استفتحنا اهو استفتح زي الفل ما شاء الله، لا قوه الا بالله. طبعا احنا بنحب ايه في اول المقدمه بتاعتنا الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يسعد صباح كل واحد عنده صباح، ويسعد مساء كل واحد عنده مساء. النهارده بمشيئه الله كده ايه بنجرب نصطاد في صرف مزرعه. يعني والله احنا جينا بدري، الادوار محجوزه، واللهم صل على رسول الله، يعني من الصعب ان انت تلاقي دور، والميه برضو ايه مش طبقه. هو في سمك كبير على البركه. انا احنا استفتحنا اهو استفتاح زي الفل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. طبعا احنا بنحب ايه في اول المقدمة بتاعتنا نبشركم بسمك. فالله اكبر ما شاء الله، سمكة حلوة هي دقة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ولكن برضو هي من رغم من كده ومن رغم الاستفتاح ده، انا واخد اربع حتت قبل كده، هي المية يعني ايه مش مسلية. بس طبعا احنا بنبقى متعشمين في الله ان احنا نمسك سمكة كبيرة، فعشان كده بيبقى ايه عندنا صبر ان احنا نقعد. ربنا كريم ان شاء الله، لسه مكملين، ولو في حاجه تانية ان شاء الله هنصورها لكم. احلى استفتاح معاكم، صباحكم فل وهنا. سمك ايه بسنان اهو، والله فعلا بسنان. العده المستخدمه يا جماعه عود الامين سوبر ستار 3 متر، على عود شكسبير برضو 3 متر. الخيط الاساسي 30 عسلي، الخيط الاساسي 30 عسلي. الرمال 25. السنار المستخدم النهاردة هو كانت معاه كويس على سنار اسمر عدل هندي، هنوريه لكم اهو. خليكم معايا لحظة. السنار ده يا جماعه اشتغل معايا كويس النهارده، حتى كنت شغال بتلاتة وباتنين، غيرتهم لان اغلبيه السمك كله دخل عليها السنار ده. سنار خفيف وعدل وحامي، هو هندي كان معايا كويس خالص. ده المنظر بتاعه. السنار ده يا جماعه 4، تمام. السنار ده 4 يا جماعه. الرمال زي ما انتم شايفين اهو 25. طبعا ايه بنعلف على الجرفة كده، بنحط شوية علف، علف بادي وشوية غلة، وطول ما انا قاعد بقى ايه بنطور في الدور لحد اما ربنا يسهل علينا ندخل سمكة. الغماز بتاع يا جماعة ايه سلك الدش زي ما انتم شايفينها كده، يعني الحتة دي تقريبا 3 سنتي. اشتغلت معاه كويس برضو. هو السمك بيملى الصراحة، السمك كان واكل ولكن هو ايه يعني قليل، فديت كانت معاه كويس خالص النهاردة السلكة دي. طبعا هتطلعها ايه رصاصة، هتطلع رصاصة شريط زي ما انتم شايفينها كده، يا دوبك على قد الايه الوزنه بتاعتها.
لا لا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. دي نهاية الفيديو ودي الحصيلة بتاعتنا. السمك طبعا باين ان هو صغير. بص يا جماعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك، اللهم بارك. بص السمك يا جماعة على الإيدي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. السمكة دي بقى يا جماعة، السمكة دي بسنان على فكرة. يا ترى دي تدولها قد ايه وزن؟ بص يا جماعة، ما شاء الله السمكة دي تدولها قد ايه وزن. انا هنوزنها وهنقول لكم.